أهلا بكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة فيتو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. معكم حاتم أحمد في بث مباشر جديد من أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي في 6 من أكتوبر. نزل تليفونك كده. واللي بيتواجد فيها جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي توفيت صباح أمس السبت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 61 عاما. ووصل منذ قليل الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم إلى مستشفى الشيخ زايد منذ قليل لإنهاء إجراءات خروج جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لتشييعه ظهر اليوم الأحد من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع 5، حتى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالوفاء والأمل بجوار رفيق دربها الفنان الراحل سمير غانم. نزل تليفونك. فيديو.